حنا كنشكروا اي واحد في مكان جا تضامن معنا، لان القضيه ماشي قضيه الريف فقط، القضيه جميع المغاربه. وحنا كساكنه كنركزوا على واحد الحاجه، واحد الميساج بغينا نوصلوه، انه حنا ما باغيين لا وسطه حد، حنايا بغينا تدخل ديال جلاله الملك مباشره، لانه هاد المسؤولين ديالنا بهاد المقاربه الامنيه ديالهم اللي بينات على الفشل ديالها 100%. لهذا نطالب ونؤكد ونشدد على هذا، بغينا يدخل الملك لانه هو الضامن الوحيد لهذا الشيء. المطلب الاساسي ديال الدراري ديال النشطاء ديال الحراك راه كيف ما كان كيقول ناصر كلنا نشطاء، وهو ماشي نعتبره قائد وانما رمز يعني للحراك اللي كيعيشوا المنطقه. كان عندنا 21 مطلب، دابا ولا 22 مطلب، هذاك اللي كان التالي كاع ولا هو الاول. شنو هو؟ اطلاق سراح المعتقلين، كلشي المعتقلين، ماشي المعتقلين وانما المختطفين. بالنسبه للخطوات ديال الدراري راه التصعيد راه كاين، راه الدراري ما غادي يرجعوش للديور، النشطاء راه ما غادي يرجعوش للديور رغم الاعتقالات اليوميه. الناس ما بقاوش كيخافوا الاعتقالات ولا الترهيب ولا يعني ديك الوسائل التقليديه الكلاسيكيه ديال الدولار ما بقاش مسلكه. باش نتفاهموا على هذا، يعني راه وقع واحد الاحتقان هنايا في الريف بصفه عامه. منين كانت الدوله يعني منين كانوا النشطاء مازال عاد كانوا مطلوقين وكانوا عندهم سميتو كانوا في 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 في, في الصراح، جات الوزاره لهنايا علاش ما يعني هما كانوا هما اللي كيمثلوا سميتو، كان في القياده كانت عند ناصر، علاش ما عيطولوش للحوار؟ علاش؟